Se te toca baja cabeza. اللي عنده حكاية مش يحكيها مع صاحبته ولا مع صاحبه أنا البرا لازم يحكي. محمد خلي برج ليه في هذه مش نفشل يا مش نبدا الساعة أنت يغلو وقت اللي كلموني الولاد وكل شيء شنو اللي شجعني مش نجي لهنا نحكي على البشر. تمام قوي صوتك. بيه وقت اللي جيت لهنا الحاجه اللي شجعتني باش نحكي على الفشل اللي هم الافشل اصحابي اللي كلمونا. بعد ثبت في الكونسيبت تاع فاك داب نايتس اللي لو بار كونسيبت يحكي على الستارت اب اللي حب ينفستي وفشل في حاجه. والحمد لله واحد من الناس انفستيت بل فشل. يمكن الاكسبيريونس اللي عملتها مع الفشل اكبر من اي اكثر من اي اكسبيريونس اخر عملتها. ما صحبتش طفله قد ما صحبت فشل. خيط ورا بعض. وصرت عايش مع الفشل اللي خلطت هاد كونسيبت اسمه المفشول. المفشول هذا شنو هو؟ تلك الفكره اللي تحكي له مفتول. لا لا كيما مفتول فما شويه. المفشول هذا هي الحاجه اللي تحمل هي فكره تحمل بذور الفشل في ذاتها. معناها الفكرة اون سوا عفوتي. فنعمل مفشول. فما المفشول الناجح واللي هو المفشول الذي نجح في فشله. كما نور الدين البرجي مثلا. كما شكر بوزية. كما لطفي البحري. بقدين السيلي. لا لا هذاك المفشول الفاشل. المفشول الفاشل يفشل حتى مش حق فشل نجح. نسيتي العزيزة. السبسي. شو اسمه هذاك اللي سميته ولد الدار؟ مقدس فيل باركاندا بن ديرمان هذوما كلنا ماشيين فاشل. اما واحد من الناس ما وصلت نحفر مع الفشل ونخمم هكا قال على خاطر السوق عطيل من فشل عميق. واللي كي قريت لابيتاسيون بتاع ليفينمون كنت روحي نجم نحكي كان على هذا. حاولت نحل بودا هذوما الكره يحكيو الكره بس 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 وهي مادية جاية في اللي ريكورسي معناها تقول راجل تعمل ريكورسي تصوير تقول مرأة تعمل ريكورسي تصوير تقول قحبة تعمل ريكورسي تصوير الفشل الستارت اب ريكورسي ديريكت انت اللي ديرالي باش تحل شركة وتضمن بالخاصة والبتاع ولا سبي ولا سبي ثم عانيت فشلا والفشل هذاك كان الدرس سبور برشا في حياتك باش انت تعلمت منه وعاود حليت مشروعك اللي نجحت فيه. جيت نشوف في الموديل هذا وين عشت من قبل كنت روحي عشت بالرسمي على الاخر مره واحده برا الثوره التونسيه بالحق على خاطر وعلاش صار الفشل هذايا على خاطر ما طبقناش النماذج العقلانيه القديمه على الاخر ما عملناش اي تو مارشي سيب وقت اللي قدحنا انا ولا هذاك ولا ذاك ولا حتى اللي ماتوا وغيره ما عملناش ايتود دو مارشي سيبل، لو مارشي سيبل اي كلير، اللي كونستيتوي دو توانسة دي لوروب. التوانسة كي سون معناها مش اللي عندهم باغمي الفاريابل ديدونتيتي تاعهم الكراتيتود مثلا. اللي عندهم ابتيتود كبيرة برشا اللي هي لو جيني تونيزيان. لو جيني تونيزيان حسب رأيي سو كومبوزون دو حسب تجربتي هذايا مع الفشل. البارتي الأولى في الجيني تونيزيان سو سون دي زارتيست. تختيري لي موفيز لوسون معناها مثلا بيبي تونسي يحب يتعلم يمشي تعرف اول حاجه يخمم فيها تاع شنو ولا ما عادش لازمني نمشي هذيك لا بروميير لوسون ا دير
ما يتعلمش اللي هو اللي بقى الشيخ ساجون كابوس الخطاب بارابور لي فيرتيكال ويمشي ومرجلين ولا كلام من ليه ليه لازم هو هنيك بالكاوتشو من ذلك شعاو الروبون التوانسه ils ont cette caractéristique ils ont caractéristique هذايا انه جي تقول له في 2011 في الانتخابات بعدين ودوكم ودوكم راهو المشكل اللي هما بهايم يقول لك ليه المشكل اللي هما عندهم لحيه يا ودي المشكل اللي هما بهايم ما يشوفوش تقولوا يقول لك اوكي جي كومبري لا ليسون كون انتخب ما هي ليه نورمال هذه الكاركتيرستيك الاولى في التوانسه الكاركتيرستيك الثانيه اللي ماخذينها تاريخيا وحضاريا الكل اللي هي لو فاكتور حثوري اي جيك سيدا من فرنسا دخلت الحدود تولي كوليرا برد الاخرى جيك كهربا سونسي باش تخدم من لي بور وتعمل باش تنقل بيسعة بيسعة السلعة من بورت لبورت اللي هي لا كابسول كات توجور كي يمشي لك فيها الحج يعمل فيها روسي تجيب له مفهوم هادي الرب العالم انسى كلمة ثورة انساها حط هيك شو يعمل لك يخرجك عماد بغيت ليه يقول لك انا الروابط لحمايه الثوره هذه الرد بتاع يبني شيك بتاع تبدا بينك بروحك يا اخي انا وياك عملناها مع بعضنا ولا بعضنا يا رب حتى بزنسه متقبلوا اللي هي نورمال مو عقلانيا فانا شبيت الفريد ماوس اللي كده الحين تابع اه ايوه ليلى مش كلها غادي عم تقول حاب نسيت الوصف ولا الوصف؟ وصف ليه؟ توا عندي مدة عندي عامين ملي ناقلت الكيف وليت نخدم على حاجة معناها ولا كرهوني ولا كرزوا ولا تحب أعنه على اليأس أعنه على الموت أعنه على التشرد اي جون تونسي يبدا بحذاك من هكا يقابلني نبدا نحكي معاه نقول له ايش تحب تعمل شيخ تكوين هل تحب نعمل غير نحب نعمل زيك نرش معاك ولازم نمشي مره نحط لك ديريكت اول حاجه نعملها عايش خويا يا ريت اثنية هذيك سكر دير الرب ايس على خاطر احنا اللي كوناه على 300 سنه تاريخ نتاع الدوله الرسميه وكل شيء الرسميات الترخيص والورقه واللوجيك نتاع الورقه واللوجيك نتاع الترخيص ما هيش حاجة اللي مش تسمح لنا نتعدل واللي هي للأسف من حاجات ما حسبناش حسابها وقت اللي جينا نعملوا في ثورة ما حسبناش حسابنا أنا مش النهار مش تصير انتخابات ديمقراطية ولا لي ولا لا أكلم نيك اللي قاري معايا في الليسي هو مش انتخب خدم نيك الفولدين خدم أنا نيك الفولدين خدم أنا كبكير طاو نحكي باسمي وبروحي نهار مش ناخذ شواء وننتخب ولا غيره بس وانا ننتخب ولا اي حوايج جو في بون اون فاكتور لا بور اللي نخاف منه مش نحاول ديريكت نمشي للي كنت بينما اللي نخاف منه غلط ما فهمين في تونس 24 اكتوبر 2011 خايفين لا نعملوا ايران انقلاب عسكري برشناية وحكمنا الناس كلهم وبنينا الاحكام بتاعنا على هذا نسينا ان تو بتيت اليمون باش تنجم تعمل انقلاب عسكري لازم تفيق السبعة متاع الصباح وريو هو اللي تونس نفيق وحده سبعة متاع الصباح اما راه في الانقلاب ما لازمكش تونسي واحد لازمك الف وينهم دونك سيا ان كونساي اللي يوصل هذوما نجم عليهم نزيد ولا نقص انا ما زلت ما بديش نسمع نزيد نغمق في الفشل هذيك مش صار من اول الاسس نتاع الفشل حكايه الخوف اللي نحكي فيها راهو خوف سي كونسيبت اللي يسمعها الكلمة يحاول يطبقها بطولي كونتكست تخاف لا تقدم سيبك من الأول تخاف لا تعفس على صبعك تخاف لا تجرح صاحبك تخاف على خاطر في مخك صاحبك سنسيبل برشا ما لازمكش
تعاكسوا. احنا شمية سررنا زعمة الثوار الرجلين ما صحابنا ولد اليسار زعمة ما ولد اليسار بهي بس كيف ولدي كون في القرن 21 وما زل تم اللي فما بروليتاريا ومرجمية ومرجمية واللي هي مقسمة ستاتيك في القرن 19 ما تبدلش بهي ما غير إذا كانت ما زلت في القرن 21 وتم أنه طريقتك الوحيدة مش تكسر الهيمنة لا دوميناسيون هي المشكلة على اليساريين ألا بأس هو أنك المهيمن عليه تحطه هو المهيمن والمهيمن تحط المهيمن عليه تو كاغ دونك الموديل دو لا دوميناسيون هذوما أصحابنا هذوما معنا بالشويرة هذوما كنا ديما مع بعضنا اي اون سي دي بيني نحكي لك على فرونج معينة في الماشتين وغيره اللي هما هزوا كل شيء من بعد اون سي دي بيني اللي احنا مختلفين عليهم أما وقت اللي هابطين للشويرة صاحبي ما نجمش ننبز ايوب ما نجمش ننبز احمد ما نجمش ننبز نصر الدين تي هو يقول لي جماهير ما تبدا عند رشنا اذا شنو نعرفها ماهيش جماهير اما لازم نكونجيدي معاه غلط غلط سكو جي ابري من فشل تاع الثوره التونسيه انه نجم تكون واحد زوز ثلاثه اربعه خمسه مقتنعين بحاجه عقلانيه واضحه ومخطط وتخدموها وتنجح انك تعبي مليون سانا با دو سونس قولوا لي علاش سانا با دو سونس هذيك اكتشفت عندي عامين زاد خاطر تصوروا غاليليو غاليلي هذا اللي قال الارض مدوره تصوروا عاد انتخابات سو كي اي راسيونيل نا با بوزوا دي زوبينيون دي زوت سو كي اي راسيونيل اي كاري معناها يصيح للصباح عايش خويا اي بليف اي كان فلاي كنت نكز ما شبل يو بليف للصباح على الوقت كنت نكز فهمتني الوهم اللي من هار لورين حاجة أخرى اللي دخلت في الفشل اللي صار في الأمس اسمه بتاعي اللي هو طاولة تونسي اللي يجيني واحد كان الطاولة بتاع زبدة ذيك اللي مش عايش معايا جملة فهمت ويبدا بحدايا هو قال يكتب ماركس برشنيه برشنيه وداخل في نوفو بارتي اونتي كابيتاليست وي مون كاماراد اون فال فير باسكو لي ماس بومك عندي دي ماس انا لهنا ما عنديش اور ما حشمه وقدر مع برشنيه برشنيه يقول لنا اوكي وبرشا احزاب وبرشا حركات حاولت تحط روحها في دي موديل اللي ما يشبهونيش جمله ما يشبهوش هالبلاد اللي قلنا عليها البلاد اللي عندها دو زيليمون باهيين برشا البخل والتحكيم باشي البخل والتحطوير لوتيليزاسيون ديفيني باغ سا فماشي تونسي تقترح عليه فكره ويقبلها كما هي لا لازم يفصصهم عليها لازم يحطولها ما ينجمش كي تجي تحاول تفسر علاش ما ينجمش انا راهو قريت برشا كتوارخ وشنو يعني ذا سرير وقتاش فهمتها كيفاش تونسي ما نجمش نهار نلقى روحي لبرا تضرب فيا الشمس عايش مع الطقس التونسي بير وفيش يا ربي هذاك هو الطقس اللي عندي هذاك هو الكليما اللي عندي المخ با لا بوسيبيليتي بيولوجيك كان تعاون طريقة واحدة أخرى دونك لا مانيير دون تي ابريوندي لو راسيوناليزم في فرنسا ولا في ألمانيا ما نجمش نعيش بيها هنا غاديك هو يتحرك على خاطر لازم يسخن في بدنه الساعة دونك يحط ان بلون كيما هكا مسطر نجم يمشي به انا ليه نصبح عليك الدنيا سخونه دي المره حتى كي دبرت دبرت على الاخر هذوما حاجات وقت اللي بعد 2011 بالضبط جاونا هاد لي ميديا اللي هما في مخاخنا لاصقين لوفت ستوري وستار اكاديمي وجوطا بي بي تي وكي هذوك وكي باش تلقى روحك تحكي معاها كلمه نتاعكم مش نبزق عليك الروح كو يلفو نبزقو على الناس مشاكلنا هي مشاكلنا لو مارشي سيبل باللغه نتاع مارتي نقول لو مارشي هو البوبليك سيبل اون اي تولو بار سا اللي ماهوش بزوا عندك المعفن التونسي راهو ما نجمش نخلق عليه ديسكور مهما كان جميل هكا ديسكور مهما كان باش يجيب لي بارتاجي عند ديلي نيويورك ولا درشنا وهذا هي من الاخطاء الكبيره الهامه اللي اسست لنا في البشر نجي نحلوها بشوي معناها كي نجي ناخذوها انا نقعدوا فيلوزوفيك باش نلقاها في حكايه بين كلمتين اتر اي باغيتر نو زافون ريفيوزي دات هذه هي المشكلة مدة سبع سنين غرقنا في الباريت ناخذكم اكزومبل هذا لهنا هاي
مثلا عاملين حمله على غريق البحر مش لهم برشا ناس ما فيش تستناو وقت يستنينا بالملك معناها بالرسم لي زاكتيفيست اللي في تونس واللي ميكتون في تونس وقتاش سبتوا من 2011 وتو معناها كي تجي انت اونتر ميليتون تقول فاش نستناو سي كو ديجا تي دون ان مونسونج اي سو مونسونج سي باسكو فما لو باريتر de la communication, une image de ta public cible qui ne ressemble pas au marché cible correct. Elle est où est-ce Elle est où est-ce Ou est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec l'économie ou l'économie Mais alhamdoulilah, on a créé la télécommunication. La télécommunication, c'est quoi Une communication est toujours tenue par le paquet le plus long. Et même en air, Moudahra, تقوم على ابهم واحد حضر فيها اذا كان ما تخلصش تصنع شعار وديسكور اللي تجيب به ابهم واحد بنيه باهيه راهو سيد حشر وهذا كان اللي صار دونك نرجع اذا كان فما نصيحه اللي عنده فيكم امل يحج اللي عنده فيكم امل يحج ريت اللي عنده فيكم حلم وما احلاهم الاحلام والله يحشوهم احنا عندنا بلاد كي نفونكسيوني با كي نفونكسيوني با عندنا اوريزون سكر لازم نحلوه هذايا الحكايه جاتك ثوره عند رجناي والعالم الكل مش مطلوب بها الكلمه وتبلاست الكلمه ونجحت سي بيان احلى حاجه في الثوره اللي هي كلمه نجحت نقطه تنظيرات الايديولوجيين اللي جايين منا ومنا ما تعنيناش خاطر لازم الواحد يذكر روحه بالحق وين بارابور سو ماش سي بارابور الاهداف الويت عليا اللي حب ياخذها. لو دوزيام كونساي كو جو كونسيدير لو بلوز امبورتون معناها باش نخرج من التوحيد بشويه. نبكي اللي لازمنا في تونس والسياسيين العاديين بتاع توا مخاخر ما دخلتش تخمم فيها للاسف لانهم للاسف مازالوا يخمموا في المصلحه الوطنيه حشيق. اللي هي حاجه ما تنجمش تكون موجوده. باش تكون فما مصلحة وطنية لازم تكون فما وطن، باش تكون فما وطن لازم تكون فما مواطن. هذوما الكل ما فهموش. معناها أون في أون بلان شينيغ. إن فو سافوار باسي لازم الواحد يعرف يتعدى من الحالة نتاع الحلمة للحالة نتاع المشروع. الفرق الصغير ما بين الحلمة والمشروع أنو الحلمة ككلمة كي تقدم لك روحها تقول لك أنا راهو نجم أكثر من 10% نتاع امبوسيبل دونك نورمال كان نتحقق هذاك المشروع اللي المشروع يقول لك أنا جو سوي ديفيسيل أما نتحقق دونك تو أن ميتريك تو أن تروك بور إيفالوي قدمت ولا ما قدمتش سبع سنين في تونس ما عندناش حاجة واضحة نقيسوا بها رواحنا قدمنا ولا لا ما عندناش عليه خاطر الناس الكل كنا في حلمة الناس كل كما لا ليميت entre le fantasme et le possible ما فهمت هذا الغلط هذا الفشل من جد لا ليميت entre le possible et le fantasme باش باش تنجم تعرفوا وقت اللي ترجع تعيش في القاع باش تنجم ترجع تعيش بالحق في القاع اول حاجه تعملها الريحه النت تقبل دير الرب تركز مع النت تركز مع البيئه تركز مع المعاصي اللي تكرهه تمشي تعيش معاه هكذا تكون في غفول شكون باش ياخذ كلمه بعد صحيح كملت حطوا لي واحد بناتي انا وياه يا بنات عمار كيف تتصور لا 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 عمار كيف تتصور وانت مت باهي ميرسي افون توس بور فوتر كول كل شيء كتر لو بتاع ذكر هيك Thank you.